الوصل. هناخذ بعض الخواص الحركة الموجية. هناخذ خواص الحركة الموجية، وعلشان نعرف خواص الحركة الموجية ناخذ الرسم البياني هذا وناخذ عليه خواص الحركة الموجية. النقطة هذه تسمى نقطة السكون. قلنا هذه هي نقطة السكون، هذه نقطة السكون، والحبل ممتد على استقامته بهذه الكيفية، ونبدأ نحرك في الحبل إلى أعلى وإلى أسفل، نتحصل على قمة ونتحصل على قاع ومجموعة من القمم والقيعان. المسافة بين نقطة السكون وأعلى نقطة، هذه أعلى نقطة اللي هي القمة، هذه تسمى سعة الاهتزاز. بس سعة الاهتزاز مرات تكون إلى أعلى ومرات تكون إلى أسفل عند آخر نقطة اللي هي القاع. فالمسافة من هنا لعند هذه النقطة تسمى سعة الاهتزاز، والمسافة من هنا لعند هنا أعلى نقطة تسمى برضو سعة الاهتزاز. وسعة الاهتزاز معناها أقصى إزاحة تصل إليها الموجة إلى أعلى، أو أقصى إزاحة تصل إليها الموجة إلى أسفل. منين؟ من نقطة السكون، من نقطة السكون. وبما أنها إزاحة تقاس بيش؟ بالمتر. يبقى سعة الاهتزاز بيش تقاس؟ بالمتر. الخاصية الثانية اللي هي القمة والقاع. القمة والقاع، القمة والقاع، القمة هي أعلى نقطة تصل إليها الموجة، والقاع هي أقل نقطة وأدنى نقطة تصل إليها الموجة. الحاجة الجديدة اللي عندنا اللي هي ما يسمى بالطور. أي نقطتين تتفقان في ثلاث حاجات، زي النقطة هذه والنقطة هذه، تتفقان في ثلاث حاجات. أولا يكون اتجاها واحد، يعني شوف النقطة هذه اتجاهها وين؟ إلى أسفل. النقطة هذه برضو اتجاهها وين؟ إلى أسفل. لهما نفس التردد، لهما نفس التردد ونفس السرعة. نقول عن النقطتين هذين لهما نفس الطور. نقول عن النقطتين هذين لهما نفس الطور. عندي النقطتين هذين الأخرات اللي هي الواي شرطة والواي، حتى هما نفس الكيفية. شوف الاتجاه السهم هنا إلى أعلى، اتجاه السهم هنا إلى أعلى، يقبل لهما نفس الاتجاه، لهما نفس التردد وسرعتهم واحدة، وبالتالي النقطتين هذين لهما نفس الطور. ممكن ناخذ أي نقطتين أخرى زي النقطة هذه مثلا والنقطة هذه، القمة والقمة، برضو هذين النقطتين لهما نفس الطور، أو القاع والقاع، هني اعتبرا نقطتين لهما نفس الطور. هذا ما يقصد بيش بالطور. نجي للحاجة الأخرى اللي هي الطول الموجي. الطول الموجي هو أقصر مسافة بين نقطتين لهما نفس الطور، يعني المسافة هذه. وبيش يرمزوا له الطول الموجي بالرمز هذا اللي هو يسمى شنو؟ لامدا. هو أقصر مسافة بين نقطتين لهما نفس الطور. النقطتين هذين أو برضو النقطتين هذين لهما نفس الطور، والقمة هذه والقمة هذه برضو لهما نفس الطور، والقاع هذا والقاع هذا لهما نفس الطور، وبالتالي هذا ما يسمى بيش بالطول الموجي. لكن احنا عندنا كم نوع من الموجات؟ عندنا موجة طولية وموجة مستعرضة. لما جينا نحكي عن الموجة المستعرضة فقط نقول هي المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين، هذا إذا تكلمنا على الموجات المستعرضة. الطول الموجي للموجة المستعرضة هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. باهي الموجة الطولية ما تتكونش من قمم وقيعان، تتكون منيش؟ من تخلخلات وتضاغطات. أنا عندي تخلخل وهذا تخلخل، يبدأ المسافة بين مركزي أي تخلخلين متتاليين، هذا هو الطول الموجي للموجة الطولية، أو المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين، وهذه هي برضو الطول الموجي للموجة الطولية. يبقى احنا عندنا تعريف عام للطول الموجي اللي هو سواء للموجة الطولية أو الموجة المستعرضة، هو أقصر مسافة بين نقطتين لهما نفس الطور،
وقلنا لهما نفس الطور معناها لهما نفس الاتجاه ونفس السرعة ونفس التردد. لو خصصنا تعريف الطول الموجي للموجة المستعرضة نقول هي المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. لكن لما نحكي على الموجة الطولية، والموجة الطولية هي عبارة عن تضاغطات وتخلخلات، وبالتالي هنا طول الموجي شنو يكون؟ هو المسافة بين مركزين تخلخلين متتاليين، أو المسافة بين مركزين تضاغطين متتاليين. وهنا نقدر حتى نقول على نصف الموجة، نصف الموجة هي المسافة بين قمة وقاع، أو المسافة بين تضاغط وتخلخل. نجي نتكلم بعدين على التردد. حاول نراجع التعريفات هذين مع بعضنا. هذه سعة الاهتزازة، هي أقصى إزاحة يبتعد بها الجسم المهتز عن موضع السكون، وما دام قلنا إزاحة معناها بيش تقاس بالمتر. هنا عندنا القمة وقاع، أعلى نقطة تصل إليها الموجة إلى أعلى، والقاع أقل نقطة أو أدنى نقطة تصل إليها، هي النقاط المرتفعة والمنخفضة التي تميز الموجات المستعرضة. المرتفعة اللي هي القمة، والمنخفضة اللي هي القاع. الطور قلنا يقال إن النقطتين متفقتين في يتحركان في نفس الاتجاه، لهما نفس السرعة، ولهما نفس الإزاحة من وين؟ من موضع السكون. وبالتالي هنا نعرف الطول الموجي هو أقصر مسافة بين أقرب نقطتين على الموجة ولهما نفس السعة، اللي هو الطول، مثل قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. لكن نحن هنا حناخذ طول الموجة الطولية، طول الموجة المستعرضة أسف، هو المسافة بين قمتين متتاليين أو قاعين متتاليين. هنا طول الموجة أو طول الموجة للموجة الطولية هو المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو مركزي تخلخلين متتاليين. يعني مش مسافة بين تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين، لا، هو المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين. ونحن قلنا الملاحظة، وهي الملاحظة اللي قلنا عليها، يبدأ المسافة بين القمة والقاع شن بتكون؟ مجاور، يعني قمة وقاع متجاورات. هذا نصف طول الموجي، هذا في الموجة المستعرضة. أما في الموجة الطولية فالمسافة بين تضاغط وتخلخل مجاور له هو نصف طول الموجة الطولية. يبقى هنا عندنا تصحيح، هو المسافة بين مركزي تضاغطين متتاليين أو مركزي تخلخلين متتاليين. التردد هو عدد الموجات الكاملة المنتجة في الثانية الواحدة. التردد من اسمه هو عدد الموجات. كم عندي موجة في الثانية الواحدة؟ أربع موجات. يبقى هذين هذا يسمى التردد. التردد يساوي أربعة. الزمن الدوري هو الزمن اللازم للحصول على موجة كاملة. هو الزمن اللازم للحصول على موجة كاملة حسب سرعة الموجة. نتحصل عليها مثلاً، تختلف موجات الصوت عن موجات الضوء. وبالتالي الزمن في الحصول على موجة كاملة في الضوء حتكون أقل من الحصول على موجة كاملة في الصوت. يبدأ هنا الزمن الدوري هو الزمن المستغرق لإنتاج موجة كاملة. بأي الموجة الكاملة منش تتكون؟ بالنسبة للموجات المستعرضة تتكون من قمة وقاع. تتكون من قمة وقاع. والموجات الطولية تتكون من تضاغط وتخلخل. والتردد هنا الزمن الدوري يساوي مقلوب التردد. شنو وحدة قياس التردد؟ معلش، وحدة قياس التردد يقاس بالهيرتز، يقاس بالهيرتز، ذبذبة على الثانية. هنا الزمن الدوري من اسمه زمن يقاس بالثانية، يبدأ الزمن الدوري هنا هو حيكون مقلوب التردد، وبالتالي حتى التردد يكون مقلوب الزمن الدوري. نجي للسرعة القياسية للموجة. هنا نبني نقيس السرعة. عشان نقيس السرعة هي المسافة التي تقطعها الموجة في الثانية الواحدة، وبما أنها سرعة بيش تقاس بالمتر على الثانية. وطب لما تستنتج العلاقة هذه تتحصل على أن السرعة شو تساوي؟ تساوي التردد في الطول الموجي، تساوي التردد في الطول
الموجي. التردد في الطول الموجي اللي هي في، اللي هي في تساوي التردد في الطول الموجي. وقلنا نحن التردد شن بيساوي؟ مقلوب الزمن الدوري. الزمن الدوري مقلوب التردد، يقبل حتى التردد مقلوب الزمن الدوري. لو عوضنا هنا شن بيكون عندي؟ لو عوضنا في المعادلة هذه حيكون عندي هنا الفي تساوي واحد، هذه تساوي واحد على تي، يبدأ حتساوي طول الموجي على الزمن الدوري. هذا القانون الثاني. يعني ممكن نحسب السرعة القياسية يا أما بمعلومية التردد والطول الموجي أو بمعلومية الزمن الدوري والطول الموجي. صدر الموجة هي كمية فيزيائية تحدد موضع واتجاه الجسيم. فمثلا نقطة إكس وإكس متحدتان في الطور ومعنى ذلك، وهذا هو التعريف، لهما نفس السرعة والاتجاه والسعة، وبالتالي أي قمتين أو قاعين هما نفس الطور. بتعريف صدر الموجة، هذا تعريف صدر الموجة، مش الكلام هذا. تعريف صدر الموجة هو خط تخيلي، يعني خط يرسم رسم مش موجود أصلا، يربط جميع النقاط التي لها نفس الطور. يعني يربط القمة مع بعضهم، أو يربط القيعان مع بعضهم، أو التضاغطات أو التخلخلات مع بعضهم. أي قيمة، أي نقطتين لهما نفس الطور، مجموعة نقاط لهما نفس الطور. يعني مش نحن مش فرض إن على الموجة واحدة نلقوا نقطتين لهما نفس الطور، نلقوا مجموعة من النقاط لهما نفس الطور. لو وصلنا بين هذه النقاط نتحصل على خط يربط جميع النقاط التي لها نفس الطور، وهذا ما يسمى بصدر الموجة. يبدأ هذا صدر الموجة بهذه الكيفية. شوفوا هنا يربط بين القمة والقمة وقمة وقمة، هذه النقاط لهما نفس الطور. أو يربط بين قاع وقاع وقاع وهكذا، يكون هذا عندي شنو؟ صدر الموجة. يبدأ صدر الموجة هو عبارة عن إيش؟ خط تخيلي يربط بين جميع النقاط التي لها نفس الطور. وقلنا نحن لما نقول نفس الطور معناه لهم نفس السرعة ونفس الاتجاه ونفس التردد. نأخذ المثال هنا بسيط على الكلام اللي بدري على القانون. هنا شنو يقول لي؟ يقول لي يبين الشكل، هذا الشكل اللي قدامي، موجات تتحرك على سلك زنبركي طويل ورفيع، ترددها كم؟ 3 هيرتز، وطول الموجي 4 متر. نبي سرعة الموجة، هذا كلام طبعا. سرعة الموجة تساوي التردد في الطول الموجي اللي هو لامدا، نضرب 3 في 3 من 10، يصبح عندي هنا كم؟ 9 من 10 متر على الثانية. برضو هذه تقريبا نفس الكيفية، سرعة ضوء أخضر ذو طول موجي 9 من 10 ميكرو متر في الفراغ، هي 3 في 10 أس 8 متر على الثانية. نبي التردد، نبي نحسبه التردد. نحن هنا شن قلنا؟ قلنا الطول الموجي أو السرعة القياسية تساوي التردد مضروبة في الطول الموجي. تردد في الطول الموجي هو يبني نحسب هنا التردد، وبالتالي التردد شن يساوي؟ يساوي السرعة على الطول الموجي. سرعة على الطول الموجي. انت جي هنا المثال، تقول هنا مثال بسيط وعبارة عن إيش؟ تعويض مباشر. أنا عندي السرعة هذه مقدارها، وعندي الطول الموجي مقدارها 6 من 10، وعبارة عن نحسب. لأن احنا هنا عندنا وحدة القياس، هنا وحدة القياس هنا غير متجانسة، وحدات القياس هنا غير متجانسة، هنا بالميكرومتر، بالميكرومتر. وأي قيمة بالميكرومتر لما نحولها إلى متر نضربها في الكم؟ في العشرة أس ناقص 6، في العشرة أس ناقص 6. يعني القيمة هذه باش تتحول إلى متر كأنها مضروبة في عشرة أس ناقص 6، تصبح بيش؟ بالمتر. ونعوض تعويض مباشر، تعويض مباشر. طبعا قيمة الضوء هنا أو سرعة الضوء ثابتة في الهواء أو الفراغ، 3 في 10 أس 8، 3 في 10 أس 8، حيصبح عندي هنا بهذه الكيفية السرعة 3 في 10 أس 8 على الطول الموجي 6 من 10 في 10 أس ناقص 6.
10 أس ناقص 6 تقريبا تساوي 5 في 10 أس ناقص 14 أو أس ناقص 14 تقريبا من الكيفية هذا أو ناقص 13. تبون تشوفون الحل؟ هذه سرعة الضوء. حنا نستخدم معادلة الموجة، سرعة تساوي التردد في الطول الموجي اللي هي سي تساوي بلامدا. هذه القيمة 3 في 10 أس 8 ناقص 6 من 10 في 10 أس ناقص 6 تطلع 5 في 10 أس 14 هرتز. وبهذا المثال تنتهي الحصة لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.